ازاي مين مشاه من مصر؟ مين حماه؟ لازم يرجع يقول بهذا لو كان لديه، مش عايز اغلط تاني، بقول يشرح يقول كيف خرج من مصر، يوم كام خرج؟ 26/6/2012 لغايه النهارده. النهارده كام؟ خمس سنين وخمس شهور او ست شهور. انا بسال بقول له انت كنت فين يا سياده الفريق؟ تاني بعيد تاني، وبسال اسئله مشروعه. ان كان من حق شفيق ان يترشح للرئاسه، ومن حق اي مواطن ان يترشح للرئاسه، فمن حقي ايضا ان اسال واتساءل الفريق شفيق كان فين على مدار 5 سنين ونص. سابنا، ساب الشعب المصري والدوله المصريه مهدده من الاخوان في فتره الحكم الاخوان، وفي فتره الاعتصامات، وفتره الحصار الدولي اللي على مصر. كان فين احمد شفيق؟ ما رجعش ليه بعد ثوره 30/6؟ هو كان خايف من الاخوان، ولا كان منحاز للاخوان، ولا كان مع مصر، ولا كان ضد مصر، ولا كان بيعزف عليه؟ انا بسال اسئله مشروعه، ومن حقي ان اسال هذه الاسئله. اين كان الفريق شفيق كل هذه المده؟ لماذا لم ياتي الى مصر طوال هذه المده؟ لماذا ظهر اخيرا وهذه البروباجندا المصطنعه في حق اعتقد انه خصما من رصيده، وخصما من رصيد كل الناس المصريين الموجودين في الامارات، مع كامل تقديري لدور الامارات الشقيقه اللي وقفت مع مصر في السراء والضراء خلال الفتره الماضيه. تعالوا بهدوء شديد جدا، وانا الناس، في ناس كتير مصدومه، في ناس مصدومه لان الكلام اللي جاي الثلاث دقائق اللي جايين صادمه، صارمه، حاسمه، قاسمه لظهر الفريق شفيق واتباع الفريق شفيق. تاني بقول الثلاث دقائق اللي جايين دول مفصليين. انا تاني بقول وانا بتفرج على هذا الكلام انا مش مصدق، انا مصدوم، انا مذهول من الكلام اللي قاله شفيق، والكلام اللي كان بيعمله شفيق، والمستخبي كتير، والايام اللي جايه هتبين وهتوري مين وطني ومين مع الاخوان ومين مع الارهاب ومين ضد مصر ومين مع مصر، مين بيلعب مع مصر ومين بيلعب على مصر، كل اللي هنشوفه. لكن ارجوكوا 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 الثلاث دقايق اللي جايين نركز فيهم قوي قوي قوي. نشوف الفيديو الفاضح الصادم بالنسبه للجميع. والدي وانا صغير كده لما كان يحكي لي على حرب 48، وكان يقول لي هو الحقيقه يا احمد الاخوان عشان ايمانهم بالله، والله القصه دي انا بذكرها يمكن اول ما اذكرها في، كان يحكي لي القصه دي، الاخوان عشان ايمانهم كانوا اكثر ناس تعبوا القوات، الناس اللي كنا بنحاربهم ساعتها. كلام انا ناشئ عليه، يعني سمعه طيبه وتدين، والتدين بيبقى له مرجعيه طيبه في سلوكيات الانسان، وده ده اللي ناشئ عليه. انا لما طلعت رئيس وزراء كويس، ما كانش الاخوان بقى حاجه خالص لسه، فانا لسه في السجون وهنا 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 وهنا. اتصلت بالراجل القانوني بتاع الوزاره، قلت له الاثنين اللي اسمهم الشاطر وحسن مالك هات لي جواب بالافراج بينا عنهم دلوقتي من السجن. هات لي جواب بالافراج بينا عنهم دلوقتي من السجن. وانا بقول لك ان انا علق في ذهني ان الاثنين دول غالبا ما اتلبسوا قضيه عشان خاطر يتحطوا في سجن ولا حاجه. كان في يعني في كم موضوع كده بارزين علقين في ذهني في مجلس الوزراء. ففكرت فقلت اعمل لهم افراج، وخلصت لهم مع النائب العام الافراج وخلصنا الموضوع. ما كانش فيه بقى حاجه. ليه؟ يمكن انا تعاطف طبيعي استشعرت موقفهم من جوايا. الثوره نجحت بالشباب، لكن ما نقدرش ننكر ان نزول الاخوان المسلمين للميدان في المرحله ازداد الثوره رسوخا في الارض. مش عايز اتكلم، محدش يقدر ينكر كده ابدا. يعني اذا الشباب بداوا الثوره نجحوها، جابوا الفكره وبدأوا الثورة ونجحوها، الإخوان دعموها. أنا كنت وأنا أمين في كلامي جدا، كنت متعشم جدا إن أنا أكون أقرب الناس للإخوان المسلمين. أقرب الناس للإخوان المسلمين. أقرب الناس. أقرب الناس. بحكم إن الإخوان المسلمين يعلموا تماما من خلال أجهزتهم إن أنا راجل متدين جدا. بلاش انا. انا ناشئ في اسره وبيئه متدينه جدا. والدي رجل صوفي كان وكيل وزاره الري الى ان توفى، وهو رجل صوفي من الدرجه الاولى، له طريقه صوفيه يمكن ده ما يعجبهمش،
لكن لازم يكون بيعجبهم من ناحيه ان انا مش منفلت، انا راجل متدين. ما بيعجبهمش عشان هم مش عاجبهم الطرق الصوفيه، ده موضوع تاني. انا ما اعرفش، لكن انا بقول كان لابد ان هم ينظروا لي من منظور ان انا على الاقل ماني شارخ في اتجاه اخر. الفريق شفيق زي ما قالت صحيفه الحريه والعداله، اكيد فاكرين كلكم صحيفه الحريه والعداله الناطقه بلسان الاخوان المسلمين في فتره حكمهم، وكانت الجريده طبعا يعني ذائعه الصيت. في لقاء اتعمل بين الحريه والعداله بتكشف تفاصيل لقاء حسن مالك وشفيق. هاتوها لي. ايوه خليها لو سمحت. الحريه والعداله بتكشف تفاصيل لقاء حسن مالك وشفيق. اللقاء تم في يوليو 2011 قبل ان يقرر الاخوان الدافع بمرشح الانتخابات الرئاسيه. حسن مالك قال ان شفيق طلب مني لقاء محمد مرسي او سعد الكتتني او عصام العريان، والاخوان رفضوا مقابلته تماما. الفريق شفيق طلب دعم الجماعه لقرار ترشحه للرئاسه، وتعهد اذا عرضه انا مش هترشح. فبيقول حسن مالك قلت لشفيق لو عايز رايي الشخصي لا تترشح لان مبارك حرقك. ده فين؟ ده حوار موجود في يوم 30 سبتمبر 2012 في صحيفه الحريه والعداله موجود. اللي عايز يرجع يشوف خلاص يا ابني شيل الصوره. اللي عايز يرجع يشوف هذا الكلام يرجع يشوفه. احنا ما بنالفش كلام، لا انا بالف صوت احمد شفيق ولا انا بعمل لعبه الاصوات. اللي فات كله المصايب كلها الراجل بيقدم نفسه بيقول لهم والله انا كويس، والله انا بحب الاخوان، انا مؤمن بالاخوان، انا الاخوان دول بيمشوا في دمي من ايام ابويا الله يرحمه اللي كان هو وكيل وزاره الري، وانا كذا وبقدم لهم وهم لازم. الكلام اللي شفتوه ارجوكوا شوفوا الفيديو تاني وشوفوا عشان تعرفوا انتوا بتأيدوا مين او انتوا بتحبوا مين. جريده الحريه العداله بيؤكد حسن مالك نفس المعنى، انا لا اتقول على احد. وتاني بقول احنا مالناش غير مصر ومالناش غير طريق واحد، واحنا ضد الاخوان وضد اللي مع الاخوان وضد اللي بيأيد الاخوان وضد اللي بيتعاطف مع الاخوان وضد اي مصالحه مع الاخوان قولا واحدا. لا امل في ان تكون مصر دوله مستقره، دوله منطلقه الامام، الا اذا تخلصنا وتطهرنا من هؤلاء الذين يمسكون العصا من المنتصف.